اهلا بيكم في مدرسه المكرميه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الحلقه اللي قدامنا في الصوره دي بفن المكرميه. هنحتاج حلق، اي حلق، ممكن يكون حلق اكسسوار موجود عندكم، 3 فتلات من خيوط المكرميه المصري، ومجموعه من الخيوط القصيره بطول ممكن 12 سنتي من خيط القطن، ويفضل يكون قطن مفكوك عشان يبقى سهل ان احنا نسرحوش الرشيد بتاعته وتكون كويسه. طبعا خيط المكرميه المصري سميك، فانا مش عندي خيط اكسسوارات، فبستعمل خيط زي ما انتوا شايفينه كده، بفك هو مجدول على بعضه، بفك ال3 خيوط عن بعضهم كده واستخدم واحده منهم بحيث تبقى رفيعه ومناسبه للاكسسوار بتاعنا. طبعا الالوان زي ما تحبوا، انا اخترت 3 الوان دي، انتوا ممكن تختاروا اي 3 الوان مناسبه للحلق بتاعكم. كمان ميزة الخيط المكرمية المصري ان هو مش هحتاج الزقه لما اخلص الشغل بتاعي، مجرد ان انا الزقه بالنار مش هيبان عندي زيادات في الشغل وهيلزق ويبقى متماسك. هناخد اول حلقة ونركب عليها الخيوط القطن، هنتنيها 2 ونعلقها على الحلقة بتاعتنا بعقدة التثبيت. نعدي الفتلتين من الفتحة دي ونشد كويس، نشد كويس جدا بحيث تبقى الفتلة بتاعتنا ماسكة كويس قوي على الحلقة عشان ما تقعدش تتحرك، لازم تبقى الخيوط بتاعتنا ثابتة على الحلقة كويس جدا. هنكمل الفتلات بتاعتنا، طبعا انتوا براحتكم تقدروا تحطوا اي عدد انتوا حابينه. انا في الحلق ده لقيت ان 11 فتلة كانوا كافيين جدا للشكل اللي انا عاوز اعمله، انتوا تقدروا تزودوا او تقللوا على حسب حجم الحلقة بتاعتكم او على حسب ما انتوا عاوزين الموديل بتاعكم يبقى شكله ايه. نزق الفتلات جنب بعضها قوي عشان يبقى الشغل بتاعنا مظبوط. هنفضل شغالين كده لحد ما نخلص كل الفتلات بتاعتنا. كده خلصنا الفتلات بتاعتنا، هنثبت بقى الحلق بتاعنا على لوح الفلين بدبوسين، واحد في الاول واحد في الاخر عشان نقدر نشتغل بسهولة والحلق ما يتحركش معانا ويضايقنا اثناء الشغل. طبعا رصة الالوان على حسب ما انتوا عاوزين، انا هبدأ باللون الابيض وهعمل عقد وازدواجة رأسية على الفتلات بتاعتنا، هاخد كل فتلتين مع بعض زي ما انتوا شايفين كده واعمل عليهم عقدة مزدوجة رأسية بالفتلة بتاعت المكرمية المصري، احط الفتلة تحتها كده واتني الخيط، وبعد كده هعديه من تحت الفتلتين واسحبهم الفتحة اللي اتكونت عندي كده. انا عملت نص عقدة، هكرر واعمل كمان نص عقدة على نفس الفتلتين عشان ابقى عملت عقدة مزدوجة رأسية كاملة. هكمل بقى على باقي الفتلات، هاخد كل فتلتين مع بعض واشتغل عليهم عقدة مزدوجة رأسية. طبعا عشان الخيط صغير ممكن يغلبنا شوية واحنا شغالين. هنعمل عقدة مزدوجة رأسية بنفس الطريقة. نشد كويس العقد واحنا بنعملها عشان تبقى الخيوط جنب بعضها قوي، احنا عايزين الخيوط اللي هي المكرمية القطن تبقى لازقة في بعضها، فبنشد العقد كويس جدا، العقد المزدوجة كويس جدا عشان نقرب الخيوط من بعضها، مش عايزينها بعيدة عن بعضها. كده خلصنا العقدة التانية، هنعمل العقدة التالتة، ناخد فتلتين ونشتغل عليهم عقدة مزدوجة رأسية بالفتلة البيضة. هنفضل شغالين بقى لحد ما نخلص كل الخيوط اللي عندنا، ومننساش ان احنا بنعمل عقدة مزدوجة رأسية على كل فتلتين مع بعض.
الخيط المكرمية المصري اللي في ايدي شغالة بيه ده، يعني الطول بتاعها حوالي 40 سنتي او 50 سنتي، هي كلها اطوال قصيرة، فمش فارقة ان احنا نكتبها على الفيديو. دي اخر عقدة في الصف بتاعنا. كده احنا خلصنا اول صف بالفتلة البيضاء، هننقل على فتلة تانية. هنبدأ بنفس الطريقة اللي احنا بدأنا بيها الصف الاول، هنحط الفتلة دي تحت الفتتين القطن ونشتغل عقدة مزدوجة رأسية. زي ما انتوا شايفين لازم نشد العقدة كويس. كده خلصنا العقدة الأولى، هناخد الفتتين اللي بعدها ونعمل كمان عقدة، ونستمر لحد ما نخلص الصف التاني من العقد المزدوجة الرأسية. طبعا انتوا ممكن تعملوا مثلا صفين من الأبيض وصفين من الكشمير وصفين من اللبني زي ما تحبوا بقى، يعني مش شرط نلتزم بصف واحد زي ما انا شغالة كده. هي الفكرة طالما عرفناها خلاص نقدر نبدع فيها بقى ونعمل تصميمات خاصة بينا. ده الصف الثالث باللون اللبني، نفس الطريقة برضو هفضل شغالة لحد ما اخلص الصف التاني. طيب الفتلات بقى اللي على اليمين واللي على الشمال اللي طالعة دي هعمل فيها ايه؟ دي بقى هنقصها ونلسعها بالكبريت او بالولاعة، وكده كده لما نلسعها هتلزق ومش هنحتاج ان احنا نزود لزق من بره. كده احنا خلصنا الصف الاخير، هنقص بقى الفتلات الزيادة ونلسعها بالولاعة، هتنكمش معانا كده، ونضغط عليها بقى بأي حاجة. انا بضغط عليها بالولاعة كده فكده بتلزق خلاص، مش محتاجة بقى لزق اضافي. نروح الناحية التانية، الخيط الزيادة برضو نقصه ونعمل زي ما عملنا الناحية التانية. دي بقى ميزة الخيط المكرمية المصري. كده بقى نسرح بمشط ضيق او بفرشة القطط، بس وانا بسرح بقى ايه الخيط بقى يعمل كيرلي معايا كده، فاضطريت ان انا ابله بالمية. مجرد بس ما بليته بالمية بتسرح معايا بسهولة. بصوا شايفين بيعمل ازاي، مش راضي يتعدل، فهنبله شوية مية، ولو عايزينه متماسك شوية ممكن تضيفوا على المية شوية غير أبيض بسيط كده عشان يبقى الخيط متماسك، بس أنا حابة شكله إن هو يبقى فلافي. هفضل أسرح لحد ما أظبط الشكل بتاعي وأسيبه ينشف على الشكل اللي أنا عاوزاه. بس كده احنا خلصنا الحلقة بتاعنا، هنعمل نفس اللي عملناه مع الفردة التانية، وبكده نكون عملنا الحلقة بتاعنا. ممكن تقصروا الخيط أو تطولوه زي ما تحبوا. أتمنى يكون الفيديو بسيط وشرحه واضح، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.